بالحمراء كنت نشوف رجال حاطط بنت على وفي ناس تعطيه. هاي كنت نشوفه كان يبيع الاعلام يحمل بنته بشارع بشير شبان تحت بيتي على مسجد. شكله مأساوي ويحمل بنته وبي يعني العالم تشفق عليه. بتشوفه تحت الشتاء والصيف كان يقف هون على السرولا ونزل السرولا يعني بالمنطقه المحيط هيدا والعالم تعاطفت معه. فجأة اختفى ما عاد بين يعني الله بيعلم وين صار. اختفى بالمره ما عاد بين. عبد الحليم عطار مساء الخير. عبد الحليم صار لك قد ايه خارج الشارع؟ إلي من حد ما طلعت الحمله ما نزلت على الشارع. يعني عبد الحليم عطار اب سوري كان عم ببيع الاقلام بشوارع بيروت قبل انه يجي نهار 25 اب 2015، حيث انتقلت صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهزت الراي العام الامريكي والاوروبي وحصد تبرعات تفوق يعني ال 175 الف دولار. عبد الحليم بدي ارجع معك عبد الحليم لهيدا النهار لهيدي الصوره. في ناس شافتها شافت كيف رجل عم ببيع اقلام، في ناس اول شيء شافت البنت النايمه على 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 كتفه. انت لما بتشوف الصوره اليوم شو اول شيء بيلفتك؟ بنتي. يعني لو واحد ذبحني ولا اجاني هيك صوره. نصاي كلها ما بتفرق معي. صوري صارك بالعالم كله، صار مين ما يتصل فيني منشان هي الصوره. حقولي قلبي انا هلا محروق قلبي على بنتي. انا شو عملت غلط؟ انا بايع اقلام لاني عم بشحد من العالم ولا في مكان انه حط بنتي فيه. بنتك كانت نايمه او كانت تعبانه؟ لا بنتي كانت نايمه، شربت لبن ونامت. كم ساعه كنت تبقى بالشارع انت وبنتك؟ كنت اطلع من الساعه 2 يا 6 7 هيك شيء. ليه بهالوقت بالذات؟ حل الطلاب المدارس ومنشان بنتي تلعب مع الاولاد شوي بالحي. بلشت قصتك مزبوط عبد الحليم، انت لاجئ سوري من مخيم اليرموك، جيت الى لبنان وصار لك فتره عايش بلبنان. عبد الحليم انت بلشت تواجد بالشارع وتبيع اقلام في الشارع؟ من اول ما اجيت على لبنان بعت اقلام، إلي 3.5 سنين عبيع أقلام. بس تعطل المدارس بروح على أسواق الخضرة المحلات الخضرة مشان بيع هنيك أقلام. وجعك بيختصر وجع شعب بأكمله. هذه الصورة، صورة بنتك، صورة الطفل اللي هز أيضا الرأي العام، صورة إيلان. ليه لما جيت إلى لبنان ما اشتغلت الشغل اللي أنت كنت تشتغل فيه بسوريا واتجهت إلى بيع الأقلام؟ لانه ما بعرف وين بدي احط بنتي، ما في يعني الشركه انه بتقبل اخذ بنتي معي على الشغل. ما في معمل بيقبل ياخذ بنتي معي على الشغل. ولدتها وين؟ مرتك وين؟ المرأة انا وياها انفصلنا من 3.5 4 سنين انفصلنا. طلقين. عندك اولاد غير بنتك؟ عندي ولد اسمه عبد الاله. وليه عبد الإله مش معك وبنتك بالذات على ظهرك عم بتبيع أقلام وبنتك على ظهرك؟ ابني الحمد لله واعي شوي، عمره 9 سنين، بخليه بالبيت لحاله. بنتي متعلقة فيني، يعني إجا بطلع مشوار صغير من هون لهون بدك روح معي بنتي، متعلقة فيني وما في مكان إنه حطها فيها. قد إيه عمرها بنتك؟ عمرها 4.5 سنين. انت من 3 سنين بلبنان، يعني انت من 3 سنين بالشارع بلبنان، يعني بنتك كان عمرها 1.5 سنة. من وقتها انت بتجول انت وياها في الشارع. إيه لما تكون انت بالشارع وبنتك معك كيف الناس تتعاطى معك؟ ناس بتتعاطف معك؟ الناس بتكون عنيفه معك؟ خاصه يعني خاصه بعد المناطق صار في حوادث فرديه، خاصه بالشارع الحمراء ايضا مطرح ما انت بتواجد بشكل اساسي، صار في بعض المضايقات، صار في بعض الحوادث الفرديه والاعتداءات على اطفال. اليوم الناس كيف كانت عم تتعاطى معك لما تكون انت بالشارع عم بتبيع اقلام وبنتك على ظهرك؟ انا لما ببيع اقلام لما بدور بالاقلام بقول يا جبار 3 اقلام ب1000. ايه وفي ناس بتقلي بابو عليك، انت ما عم تشحد، انت ما لك مكسول، انت عم تشتغل عم بتبيع،
برافو عليك. قلت لي في ناس بتقلك برافو عليك وناس شو بتقلك؟ في ناس بتقلي ليش ما بحط البنت عند امها؟ قلت لهم والله امها مو موجوده. قالوا لي يعني في ناس اللي كذاب وفي ناس مصدقيتني. انت بهذه الصوره كنت عم بتبيع اقلام او كنت عم بتمارس عنف عاطفي من خلال بنتك الموجوده على كتفك؟ لا انا ما باخذ بنتي مشان العالم تتحسن علي، لا انا ما عندي هالشي ولا طمعان. انه انا لو بدي اخذ بنتي كانك اخذت ابني معي كمان، كان اخذت ابني معي ويتحسنوا علي العالم، بس انا مضطر انه اخذ بنتي معي لانه ما في مكان حطها فيها. انت وبالشارع لاحظت انه في حدا عم بصورك؟ لاحظت في كاميرا عم بتصورك؟ لا ما لاحظت في حدا عم بصورك هذه الصوره تحديدا. امتى عرفت انت انه صورتك صارت عم بيتنقلوها كل العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان في ناشط ايسلندي اسمه جيسور سايمون ارسون هو اللي نشرها، ومن بعد ما نشرها تعاطفت الناس معك ومع الصوره. انزلك على الشغل في واحد عم بيلاحقني وعم بتطلع على الموبايل وعم بيلاحقني وعم بتطلع فيني، كله خير يا اخي شبك؟ ليش عم بتلاحقني؟ قال لي انت شاغل العالم، العالم كله مهتمه فيك، انت العالم ضاجه فيك كله. انا قام قال لي ايه انت ليش مستغرب؟ قال لي وهي صورتك وصورك بنتك؟ وعن صوره في الشارع غيرت حياه عائله باكملها.